سلام 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 لم. نعم يا أخوي. داير أقول لك جيراننا عندهم خروف ضبحوه. قلت جيراننا عندهم خروف؟ أي ضبحوه. وأنا كمان سألت هشام وقلت له عندكم شنو؟ قام قال لي عندنا ضيفان. وماله طيب؟ عادي جدا. دي خسارة يا سلام، خروف عشان الضيفان؟ أي دايما لو جاييننا ضيفان كتار أو من سفر بيطبحوا لهم، وده نوع من نوع الكرم. ما ممكن يشتروا أكل من السوق وخلاص؟ يا محجوب، من زمان عندنا في السودان لو جاك ضيف لازم تكرمه أحسن كرم. وأبوي ما ضبح لعمي لما جاء من السعودية ليه؟ والقال لك منو ما ضبح؟ أنت نسيت؟ تتذكر لما قلت لي دار تسوي الشيء؟ صح يا أمي صح. يا ولدي إكرام الضيفان واجب علينا، الواحد بيجي من السفر تعبان لازم يرتاح وياكل كويس. الضيف لكن بخت ومدلع. يا محجوب لو انت كبرت وانا جيتك ضيفة بتكرمني؟ وده كلام يا سلام، اشيلك فوق راسي لكن انت ما غريبة. سلامة راسك يا اخوي، كمان إكرام الضيف للغريب وللقريب. والعجب لو جات من السفر دي أمي، أكيد حتطبح لها خروفين. أطبح لأمي تور مش خروفين. بالمناسبة ما تعملوا حسابي في الغداء ليه؟ يا محجوب محجوب وين انت يا اخي؟ يلا عشان تساعدني. انا ما قلت لك انت بتغدي معي؟ سامعين؟ جاي يا هشام، انا كنت هقول لكم يلا سلام. نعم انا ما بناديك انت، انا بقول لكم سلام.